أنا اسمي إبراهيم عبد الرحمن عجيب دوديا، عمري 24 سنة. أنا من ولاية شمال كردفان، وهناك بدأت هناك حياتي الدراسية. كملت الثانوي من الأساس، وانت الأساس تيد من أول داجة انضغطت مع الثانوي. قمت هنا مدرسة التنمية الزراعية. يوم من الأيام كان هو بعد الأحداث دي كده شوية كان النتيجة هو ظهرت. بعد كده أنا قاعد كده في الراديو، كنت قاعد ألعب في كشتينة، قاعد اسمع في الراديو كده لحد سامع إنه إبراهيم الضخامان أجي. قمت طبعا نططت يا الجماعة، قال لي هذا شنو؟ قلت لهم يا جماعة هذا اسمي ذكرت في الإذاعة بتاعت الإذاعة إنه أنا جيت أول السودان. قالوا قبلوني في جامعة الخرطوم كلية الزراعة، بقيت هناك كملت المستوى الأول. بعد المستوى الأول قمت بشد المستوى الثاني، يعني المستوى الثاني لسه ما تقريبا قريت فيه زي أسبوع لأسبوع حاجة. بعد حصلت الأحداث دي هو اللي اسمه الاشتباكات اللي حصلت في الخرطوم دي، مشيت هناك تميت معه تقريبا عيدت معه هناك. إذا رمضان عيدت معه هناك. بعد رمضان بعد ذاك شفته كده قلت له أنا مرجع بلد المشاكل دي كده كده منطقي أحسن. بعد ذاك نزل بلد ذات هناك ناس أبوي مرة يحواني أزول أنت المشاكل دي هناك كثير وأنت قاعد كيف وعنينا خايفين عليك أحسن تجي راجع. بعد ذاك من هناك قمت رجعت مشيت البلد. بعد جينا هنا يعني كان نسمع المدرسة كانت هنا، كان الناس كثار من جوا تقريبا من هناك برا ومن الدار. لو جينا كانت جينا عربية كاملة يعني لو نجاورنا في المدرسة ناس المدرسة دي جينا نزلنا فيها سوا عربية. يعني أي غرفة دي هسي تقريبا أي غرفة فيها عربية عادي عربية كاملة يعني يدوها غرفة هسي زي 80 نفر دي قاعدين يعني في غرفة واحدة يعني فيها من فيها أكل ونايمين فيها هاي موية. الموية بتاعت الشراب ذاتي ما في يعني هنا ما في محل كده قريب يعني جوا حلنا في جوا التنكر. الناس مرات تبيت بالعطش هذه الموية هنا قريبة يعني لكن ما في وسائل ما قاعدين نوفر لنا الموية نتابع هنا عشان الناس شنو تقدر تكفيهم. من إنه العادي هسي يعني في بعض الحصل ده كله شنو لسه في عمل يعني لسه راسي متأمل لسه ما إني ما أتحطم لسه إني هنا شنو أكثر من كذا لسه أكثر من كذا يعني لسه أنا متأمل إنه يوم من الأيام لسه شنو الوضع حيستقر السودان المشاكل دي كلها هتنتهي نرجع نعيش حياة سليمة إن شاء الله ونرجع نواصل التعليم. ولسه في عمل إنه يوم من الأيام حنبقى أصلا زي ما قلت أنا أبقى وزير الزراعة أو أبقى خبير اقتصادي يعني الحمد لله يعني شنو لسه في عمل ما عمل كلنا ما أتحطم لسه الحمد لله.